ده مش نيته اللي كيكونوا عاملين وصافي. السلام عليكم، صباح الخير مشاهدين، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، اموركم هانيه، كلشي بخير وعلى خير. اليوم دابا حنا في الجبل، غادي نركبوا اول حاجه عندنا ما كاينين شي، غادي نركبوا البومبا في البير ونجني الفول نبخرهم ونفسهم في الطاجين للغدا ان شاء الله يا ربي لكتب. ها انتم شكيط الزيتون باقين هنا بيشان، هذا البيت عندنا على برا، من كنجنو الزيتون كنحطوه هنايا داخل. ها علي كيعاود البومبا، وهدار هدار. السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير هانيين. خليكم معانا نمشيو نركبو دابا البومبا، نمشيو نركبو البومبا دوكا مقطع الله يلاه جا دابا، نمشيو نركبو البومبا ونشوفو واش غادي يطلع الماء، واش الماء يطلعو لنا للدار. وانتم معانا خصني قبط معاك ياك، لا قبط بوحدك. لا لا ماشي مشكل، عا بحدي نركب، نركبو هنا، نركبو التيو هنا في البومبا، نحشو هنا في البومبا ونزيرو باش نهبطوها للبير. الجودة الشتا، الجودة الشتا، الدنيا مسحبة هنا على مطرح الشتا، راه كاين الناس ديال البلاد من هنا كيتفرجو فينا، أو ما عارفينش كيفاش يشتركو معنا في القناة، وخصوصا النساء. عتبقوا اخوتي لديك البطونه الحمراء، كاين واحد المربع حمر تحت الفيديو، ها هو انا تحت الفيديو، وغتبركوا عليه، وملي غتبركوا عليه غيطلع لكم اخوتي مراوحه الجرس، عاود بركوا عليه ثاني باش يبقى يوصل لكم الفيديوهات ديالنا بحال بحال الميساجات تطلعوا لكم في الاشعارات، كيطلع بحال الميساجات. انت جاي من تشبرتي وها ماش اش انا معزول قلبوا لي شبر اه شب خليه معلي دهزه سلام تجر ديك التيه جر جر من هالجهة جر لا مليه مليه يجر مليه زيد هيدا صافي منتن جر هيدا جر هيدا صافي بومبا خدامة لا مركز ياك تخرب عندي ال عندي ال هذيك ديك البوطونة الطابلو مهبطة أنت ترص الحماس وصلت لبلاصتو حتى لتما عاجبتهم المهم دابا انا بنطلع نضرب على ديك البوطونه نشوف واش هاك نشوف واش الماء يطلعوا اعطي شي تحيه للمشاهدين تحياتنا المشاهدين انا دابا جيت كنعنجني ايفا ونعملوها من الغدا تبارك الله جبرناهم واجدين مشينا غير شهر هنا جبرناهم واجدين كنا مرافقة كانوا في النوار او ودابا تبارك الله عملو طيبة طيبة ها انتم المشاهدين ديالنا ها هالبنات اللي قالوا لي ما تمشي للجبل صورنا
اول نهار بديت بجني ديال اباون. المهم حيتاش الطو كان مقطع يعني ما دركش نسيق، دابا عاد غنطلع ونسياق نحملو بعد ديك الغدا يطيب غنطلع نخمل الدار. جاو د الشتا الله يرحمنا الجو مزيان. تبارك الله بين لك الخضوره واو على خضوره الله فنين نبين لك هيدا هيدا هذه قطعتها بكل الحق ما فيهاش المهم انا دابا جنيت المهم عمرت السطل هذا عملته في يدي دابا غنعمل الطريقه ديال ماما وديال عزيزه وديالهم اللي كنعملوهم غير في الكسكاس يتفوروا كنعملوهم على الملح والزيت وكنشحروا بحال شكل ديال البيصل. وخليكم معايا الغديوه ديالنا اليوم طب الله تصور هيداي زيد انا دابا خدامه كنقشر هاد الاباون اللي جنيت باش نرجعهم يطيبوا. دابا الريح الصوت ديالي ما تسمع لكمش مزيان باش دابا الريح كيدي لي الصوت دابا كنغوت ونحط جوتي زعما ما تسمعوني باش يجي حتى الفيديو يجي زعما في المستوى يجي شي فيديو مزيان يعني صوته واعر. داش بزاف ديال البنات قالوا لي وصال ما كتهضرش بالجهد وانا كنعيان هضر بالجهد والله الا حيت دابا باقي ما عندناش ميكروفون داكشي ان شاء الله يا ربي من غادي نشري الميكروفون ديك الساعات يبقى يجيكم الصوت ديالي واضح يعني من كنبقى نهضر حتى بحالي كنتبيبح كيجي حتى الصوت ديالي هيدا نور احنا نحلقوا الغلمه ان شاء الله وفيها بالمقص حرك شويه عندك دواليه بالمقص عاد احنا هنا في البلاد عندنا الماكينه طيب كيش ان شاء الله فيها مسكينه نحيدوا لها الهي دوره عليها كبرت لها الهي دوره بزاف وتوسخت بزاف توسخت نعملوا لها شي حسانه خيره نهبط شويه هادي ها كنهضر ملي كيهبطوا هادي شويه هيدا شوف فين هي هادي هذه خصها نرخفو هذه واحد شويه خصها نرخفوها وريني من يضرخفها هي ضرخفها وهبطها هبط لهنايا ها انت ناتي ايوا دابا صافي خليها هيك راه مزيانه شتيها القاط الخف الخف شفتني عندي الكاسادوره حمراء شفتني بالكاسادوره حمراء الخف مني كاين الحلاقه د الغنم خطيرين اجوج دقائق كيكون كملاه احنا دابا انا تكون تعلموها ماشي بحال معلمين. المهم نخاف ولا مسكينه هالشي هذايا باش ما تبقاش مسخه نقيوها واحد شويه عضلي يا ودي يا اخي عضلي والله الا عضلي ولد الحرام طيرني والله الا طيرني في السماء اقسم بالله الا طيرني في السماء اجلسي يفتي تو صح في طيار نفس نقسم ولا لا عمر من رجلي كذا سيوا اقل علاش ما انا كطحك
ايوا مسكينه شنو باش دعم ما تبول شي نخليهم فيها. اي الصحه المشاهدين ديالنا الحبايب الاعزاء الاوفياء تحياتنا لكم. قال ما عقلت يما. وما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف. الشتاء راها بقى كنقط بقى كنقط الشتاء بدات كتبدا دابا كتبدا الشتاء كطاح خفيف غير خفيفه. المهم حنا الله حسنا دابا الغلمه انتم شفتونا حسنا الغلمه راها فينيه. حسك سكنا لها مسكينة كان في هاي دورة ديالها كبرة الصوفة كبرة بزاف وتوسخات وحسنا لها. ها انتم الحبايب ديالي دابا انا كنقطع التومة باش نعملوها ديك الاباون في الطاجين يتشحر كنختار عيد نقطع عيد الوراق حيتاش دابا هادو فيهم الريحة ديال التومة حتى صافي يعني الربيطه هي هذه كافيه يعني الطاجين مع القصبه ولا المعدنوس. اخر مره صافي ها هما فين مخدمين دابا فين عندي كيطلعوا تبارك الله حيتاش الفول نهار طيب دغيا كيذابوا دغيا طاب نزيدهم شوية وندلكوهم في الطاجين صافي هالغدا عندي كيطيب وأنا دابا غنشطو في الزنقة شنو تما ما عرفناش شنو تما اش خرج لك البارح ما جبنا نمشي خواف شنطة عملتيها في القفه عندهم يطيحوا وي بسم الله هادشي اللي بقات لنا صافي غنقطع دابا نقطع الربيع هادي اللي كنت هما اللي هي اللي قطعت قبيله شي ورق نعمل الملح دابا حتى طيح هاد الثومه وهذا الربيع حتى يتفاحطوا شويه عاد نطيحوا يلون عليهم شفت كلشي كبير حنا شاشي دلوله دغيا كي ها هما دابا واجي غنطيحوهم تما هانتوما البنات إباون هيدا كيجيو زادين وكيجوعين صراحة والله كيجيو كيحمقو غير بالملحة اللي كاين اللي كيبغيهم هيدا غير بالملحة كياكلهم يعني بلا ما يشحرهم وكاين اللي كيبغي يشحرهم وكاين اللي كيبغي بلا ما يعمل لهم نتوما ربع كيعمل عين كاس دالما أو نص كاس دالما على حسب والزيت والملحة صافي دابا أنا غادي نفك الجردة والخيار نحكو نعملو شلاضة ما يطبخوش اللي سمعني ترجع على راسي الزغبي ايوا وقتي عامله باس حنا دابا خويناهم كويس د الماء هيدا باش تا كويس ها ما عيشي حاجه صافي ونعسو شوفوا ديك البطاطا ديك البطاطا كتحرق نيكيل كنتوما وليك الربيعة هما تخلطو دابا كيعطيو واحد المذاق واحد اللذة هائلة كتحمق روعة والله يعني حسن من عاديا لي كيجيو غير بالما والملحة هيدا ومعسوسين مع الزيت كويحو الطريقة ديالو لكن الزيت شحال ما عملتلو مكيبقاش فيهم كيسوف كلشي صافي غير هيدا ما لا واعر ندير بشويه الملحه المهم الحبايب ديالي احنا دابا سالينا الغداء على الشهيوه ديالنا التقليديه الاباو معفوسين بالماء والزيت
المهم الصحة والراحة وشكرا بزاف الناس اللي انضموا عنا من جديد مرحبا بهم، ما تنساوش تفعلوا الجرس و شكو من طريق المزيوان دائما كنقراوهم الحمد لله. وما تنساوش الاشتراك بالقناة، تهلاو فينا باللايك. الله يسهل عليكم، شكرا بزاف الله يرحم الوالدين ديالكم، الناس اللي شباب الجمهور ديالنا اللي متبعنا من كل بلاصه، شكرا بزاف وتحياتنا لكم والسلام عليكم.